Good morning, dear students. Today, inshallah, we're going to answer together model exam on unit 3, chapter 3, in Elmoasser, page 128. Let's start with the first question. يقولنا هنا, choose the correct answer. When a healthy man married a woman who suffers from the color blindness, the percentage of the females suffering from this disease is what? Right. Let's remember together what's the color blindness. احنا قلنا ان color blindness ده ال inability to distinguish between colors, وان ده بيبقى controlled by a recessive gene present on the X chromosome. طيب لو احنا عندنا a healthy man, ال healthy man ده married to a sick woman with color blindness, هنا هيبقى عندها XX, الفيميل عندها 2X chromosome XX, فهيبقى عندها الجين of color blindness اللي هو recessive gene on both X chromosome, فهنا هتبقى عندنا mother with color blindness. طيب married to a healthy man, احنا عارفين ان الميل عنده only 1X chromosome, هو عنده sex chromosomes بتاعته X and Y, فهيبقى عندنا الX chromosome بتاعت الميل عليها capital letter اللي هو C capital اللي هي الدوميننت جين, يعني ما عندهوش color blindness, هو هنا هيكون healthy. طيب لما يجي يبتدي يحصل formation of gametes, هنا الفيميل هيبقى عندها only one type of gamete عليها ال recessive gene of the color blindness اللي هو عليها ال gene of the disease, هنا الميل هيبقى عنده X عليها C capital ده كده بيبقى healthy, والواي جميت. لما يبتدي يحصل crossing, لو الأوفا دي جت مع السبرم دي هتديني فيميل, فيميل دي هيبقى في X كروموزوم عليها X capital C capital والX كروموزوم الثانية C small اللي هو recessive gene of the color blindness. هنا الفيميل دي هتبقى healthy بس هتكون carrier للديزيز. طب لو جت الأوفا دي مع السبرم دي ده هيدينا XY يعني ميل, والX كروموزوم اللي عند الميل دي عليها C small اللي هي ال recessive gene of the color blindness, فهنا الميل ده هيبقى عنده color blindness, هيبقى sick with this disease. طيب يبقى هنا في السؤال كان بيقول لي when a healthy man married to a woman who suffers from the color blindness, the percentage of female suffering from this disease is, الفيميل مش هيبقى فيه ولا فيميل عندها الديزيز, احنا هيبقى عندنا كارير فيميل وسيك ميل, فهنا هنختار 0%. Question number 2 بيقول لنا the opposite figure represent the karyotype of a somatic cell in, نبص عليها كده, دي الكاريوتايب بتاعتنا 23 pairs are arranged خلاص in descending order, نبص عليها كده البيرز كلهم اهم مفيش اي مشاكل, بس نيجي هنا عند pair number 21 هنلاقي ان احنا عندنا هنا 3 chromosomes instead of 2, فهنا هيبقى عندي extra somatic chromosome او extra autosome. هنا الكاريوتايب ده هيبقى عندنا 45 plus XY عشان هنا البير عندنا X chromosome و Y chromosome فده يبقى ميل, فهنا ده الجينوتايب بتاعنا هيبقى 45 autosomes plus XY chromosome. طيب دي represent which case؟ عندنا male with Down syndrome, male with Klinefelter syndrome, ولا female with Down syndrome, ولا female with a Turner syndrome. هنا عندنا يا جماعة هيبقى male with Down syndrome. male لأن احنا عندنا هنا pair number 23 XY فده يبقى ميل. ليه داون سندروم؟ احنا اتفقنا ان داون سندروم ده بيبقى عنده اكسترا كروموزوم في الاوتوزوم وبيبقى انتير نمبر 21. طب نفتكر مع بعض كده ايه هي الكاريوتايبس بتاعت الابنورمال كيسز بتاعتنا؟ كان عندنا اول كيس كلينفلتر سندروم. كلينفلتر سندروم كان بيبقى فيه عندنا اكسترا سكس كروموزوم, بيبقى عندنا XXY, وقلنا ان هنا الانديفيديوال ده بيكون ميل, ده الجينوتايب بتاعه بيبقى 44 plus XXY وبيكون ميل.
السكند كيس اللي كنا اتكلمنا عليها التيرنر سيندروم. تيرنر سيندروم برضو كانت الابنورماليتي في السكس كروموزوم. instead of having two sex chromosomes بيبقى عندي one sex chromosome اللي هو الاكس كروموزوم فبنسميها XO. فهنا الجينوتايب بتاعنا هيبقى 44 plus XO. وهنا الانديفيديوال هنا عندنا هيكون فيميل due to the absence of the Y chromosome. اخر كيس عندنا في الابنورماليتيز عندنا كانت الداون سندروم. وكلنا الداون سندروم دي كنا قلنا ان الابنورماليتي بتكون في الاوتوزوم كروموزوم مش في السكس كروموزوم، بتكون في بير نمبر 21 بيبقى عندنا هنا 3 كروموزومز instead of 2. فهنا بيبقى عندنا الكيس دي خاصه بالميلز والفيميلز، يعني ممكن يبقى في عندنا ميل عنده داون سندروم لو عنده السكس كروموزوم اكس واي، او فيميل عندها داون سندروم لو السكس كروموزوم بتاعتها اكس اكس. فهنا احنا عندنا 2 genotypes للداون سندروم. 45 plus XX دي بتكون female with down syndrome، او 45 plus XY ده بيبقى male with down syndrome. نشوف ال next question. بيقول لنا هنا a man suffers from hemophilia, married to a normal woman, and they give birth to a daughter who suffers from this disease. So the genotype of the parent is. طيب احنا عارفين ان الهيموفيليا دي يا جماعه زيها زي الكالر بلايندنس، دي بتبقى represented by a recessive gene برضو carried on the X chromosome. وعلشان الفيميل يظهر عندها الديزيز بتاع الهيموفيليا ده لازم يبقى عندها الريسيسيف جين on both of the X chromosomes that she has. طب لو هنا man suffers from hemophilia يا ترى ايه الجينوتايب بتاعه؟ هيبقى XY، هيبقى XY والاكس عليها H small اللي هي recessive gene of hemophilia علشان احنا قلنا ان هو suffers from hemophilia. طب النورمال وومن، النورمال وومن ممكن يكون عندها two genotypes، عندها XX ممكن يبقى عندها H capital، H capital يعني ما عندهاش الهيموفيليا جين اللي هو recessive gene، أو ممكن تبقى هايبريد، 1 عندها الدوميننت جين اللي هو ده بيبقى هيلثي، والتاني بيكون عليه الريسيسيف جين ده اللي هو الكوز ذا ديزيز. احنا علشان الدوتر تبقى عندها الديزيز بتاع الهيموفيليا لازم تكون اكس اكس عشان هي فيميل، وبوث اوف ذم يبقى عليهم اتش سمول اتش سمول. طيب احنا عارفين الدوتر دي بتبقى واخده 1X كروموزوم from the father و1X كروموزوم from the mother. يبقى هنا الفاذر ده الجينوتايب بتاعه XY وعليها H small خلاص. فاحنا هنا عندنا دي التشويسز اللي قدامنا نختار منها، مش هنختار A لأن A عامل الميل H capital فدي غلط. طيب بالنسبة بقى للفيميل هي هتكون واخده من مامتها X كروموزوم عليها H small، يعني هيكون عندنا ده الجينوتايب of the mother، هي صحيح normal بس carrier for the disease. فهنا الشويس بتاعنا هيكون number C، المذر هتكون normal وcarrier والfather suffers from hemophilia. فالريزلت بتاع ده يا جماعة ان احنا يكون عندنا الdaughters suffers from the disease عشان هي بتاخد 1X chromosome from the father و1X chromosome from the mother. طيب نيجي عندنا لquestion number 4. بيقول لنا هنا a male with Klinefelter syndrome differs from a male with Down syndrome in all of the following except. بيقول لنا هنا the number of autosomes ولا the number of sex chromosomes ولا the hereditary trait ولا the number of chromosomes in the somatic cell. طيب تعالوا مع بعض كده نفتكر الكلينفلتر سندروم والداون سندروم كان ايه شكل الكاريوتايب بتاعهم. هنا احنا عايزين نشوف هما similar to each other in what. طيب بيقول لنا اول حاجة the number of autosomes، لا احنا هنا عندنا في الكلينفلتر سندروم number of autosomes عندنا 44، انما في الداون سندروم عنده 45 autosomes. طيب number B the number of sex chromosomes، لا
احنا عندنا الكلينفيلتر سيندروم عنده 3 سكس كروموزوم اللي هم اكس اكس واي، انما الداون سيندروم عنده 2 سكس كروموزومز اونلي. طيب الهيريديتوري تريتس، لا احنا عندنا الهيريديتوري تريتس بتاعت الكلينفيلتر سيندروم ديفر فروم ذا هيريديتوري تريتس بتاعت الداون سيندروم، ده ليه سيمبتومز وده ليه سيمبتومز ثانيه. طيب the number of chromosomes in the somatic cell، طب تعالوا كده نشوف التوتال number of chromosomes. هنا عندي التوتال number of chromosomes هيبقى عندي 47 chromosomes عشان عندي هنا 1 sex chromosome extra، وهنا برضو عندي التوتال 47 chromosomes علشان عندي 1 extra في الاوتوزومز. فيبقى هنا هم different in all of these except the number of chromosomes in the somatic cell. لو بصينا على النمبر هنا والنمبر هنا هنلاقي هنا 47 وهنا 47 كروموزوم، يبقى هنا عندنا التشويس بتاعنا هيبقى نمبر دي. طيب question number 5 بيقول لنا هنا if a daughter suffers from hemophilia، دي احنا لسه مجاوبين عليها من شوية يا جماعة في الquestion اللي هو تقريبا كان نمبر 3. بيقول لنا daughter suffers from hemophilia معناها ان هي عندها XX وال 2X كروموزوم عليهم الجين of hemophilia اللي هو الريسيسيف جين. So it is possible that ان المذر is infected and the father is healthy، احنا اتفقنا ان هي بتاخد 1X كروموزوم from the father اللي هيبقى عليه الهيموفيليا، يبقى الفاذر لازم يبقى infected. 1X كروموزوم from the mother برضو عليه الهيموفيليا جين، فالمذر لازم تكون كارير لو هي healthy. يبقى هنا المذر is infected and the father is healthy، لا لان ما دام الفاذر healthy يبقى الاكس كروموزوم اللي جايه لها من الفاذر مش هيبقى عليها الجين. طيب the mother is healthy and the father is infected، ايوه احنا قلنا ممكن المذر تبقى healthy بس كارير، يبقى عندها one of the two x كروموزومز عليها الهيموفيليا جين، الفاذر ما دام هو infected يبقى الاكس كروموزوم اللي هيديها للدوتر هي عليها الهيموفيليا جين. يبقى هنا عندنا the mother carries the gene of the disease and the father is healthy. هنا عندنا the mother carries the gene of the disease and the father is infected. يبقى هي دي number D تبقى صح أكتر من number B، لأن هنا في number B قال لنا المذر is healthy ممكن تبقى carrier وممكن تبقى مش carrier، إنما هنا في D هو حدد لنا قال لنا إن المذر carrier للجين of the disease والfather is infected. زي ما قلنا ادي عندنا هنا الدوتر لازم تبقى عندها ال 2X كروموزوم عليها الهيموفيليا جين، فهي بتاخد 1X كروموزوم from the father 1X كروموزوم from the mother، فالmother لازم تكون carrier. The next question بيقول لنا هنا if we suppose theoretically that Turner syndrome and Down syndrome are gathered in one person، one person عنده Turner syndrome وعنده Down syndrome، هيبقى ايه الجينوتايب بتاعه؟ طب Turner syndrome بيكون عندها one missing sex chromosome، والDown syndrome بيبقى عنده one extra somatic chromosome، فهنا هيبقى عندنا 45 plus XO، فهنا هتبقى الانسر بتاعتنا نمبر دي. طيب نمبر 7 بيقول لنا when a man suffers from hemophilia، man suffers from hemophilia يعني XY الاكس عليها الهيموفيليا جين، to a healthy woman the percentage of the emergence of males suffering from this disease is what. طيب هو بيقول لنا healthy woman، healthy woman يعني ما عندهاش ال ما عندهاش ال disease. طيب احنا هنا الفاذر بيدي للسانز بتوعه ال Y chromosome، الفاذر بيدي للميلز للسانز بتوعه ال Y chromosome مش ال X، وبياخدوا ال X chromosome from the mother، فما دام عندي المذر healthy يبقى هنا عندنا هيدوا للميل او للسانز بتوعهم الاكس كروموزوم اللي هو معليهوش الهيموفيليا جين، فيبقى كده عندي كل الميلز هيكونوا healthy فهتبقى عندي 0%. يعني احنا كده
لو عملنا الكروسنج ده مع بعض يا جماعة، طيب لو عملنا الكروسنج ده مع بعض، هنا عندنا help female x y مع x x، هنا الفاذر عنده الهيموفيليا جين، خلاص هيدينا two kinds of gametes، الx اللي عليها الهيموفيليا والواي، والمذر عندها ما عندهاش الهيموفيليا جين. لما يحصل crossing between this gamete and this gamete هيدونا XY اللي هو الميل، يبقى كل البويز هيكونوا healthy وكل الفيميلز هيبقوا carrier. لو جات الجميت دي مع الجميت دي XX، واحدة فيهم بس هي اللي هيبقى عليها الهيموفيليا جي، فهنا هيبقى عندنا 0% of males ما عندهمش الديزيز ده. طيب number 8، the genotype of a person with Klinefelter syndrome and suffers from the color blindness. طيب Klinefelter syndrome متفقين يا جماعة ان هو عنده X X Y. طيب ال color blindness زي ما قلنا ان هو بيبقى represented by small letter C عشان هو recessive gene، ولازم بدام انا عندي هنا 2X chromosome لازم يبقى عندي ال 2 recessive genes موجودين على ال 2X chromosome، فلازم يبقى C small C small. فاحنا هنا التشويس بتاعنا هيكون نمبر B. question number 9 يقول لنا هنا the percentage of gametes that carry the genes of the color blindness and baldness together in this genotype is represent قد ايه؟ طب تعالوا نشوف مع بعض كده يا جماعه. ادي ده عندي هنا ادي جينوتايب البي بلس، دي معناها ان ده في البولدنس جين، وهنا السي سمول دي ان هي فيها الكالر بلايندنس. طيب نشوف الجاميتس اللي هتتكون. البي بوزيتيف هتنزل مع الاكس اللي عليها السي او تنزل مع الواي. ادي فيرست تو تايبس اوف جاميتس. طيب البي اللي ما فيش عليها البولدنس تنزل مع الاكس اللي عليها الكالر بلايندنس او تنزل مع الواي. انا مين في دول الجميت اللي عليها بوث، اللي فيها بوث الكالر بلايندنس والبولدنس؟ هي واحده جميت بس، وان جميت، فهتبقى ريبريزنت 25%. question number 10، a man married to a woman each one of them doesn't suffer from the color blindness. الاثنين ما عندهمش color blindness and this case appears in some children. What are the correct ratio to inherit this case? طيب انا لو انا عندي man healthy خلاص ما عندوش color blindness، يبقى ما عندوش الجين اللي responsible for the color blindness اللي هو recessive gene مش موجود على الاكس كروموزوم اللي عنده. اوكي طيب هنا لو الفيميل كارير بس healthy married to a healthy male، تمام، مادام هي ظهرت عند الشيلدرن يبقى لازم المذر تكون كارير. هو بيقول لي healthy mother و healthy father، بس المرض ظهر عند الشيلدرن، فمعنى كده ان المذر كانت كارير، هي healthy بس كارير. هنا هيبقى عندها two types of gametes، والفادر برضو two types of gametes. لما يبتدي يحصل crossing ما بينهم، ادي الجاميتس بتاعت الميل، الجاميت of the father هنا عندنا هو ما عندوش الريسيسيف جين، المذر عندها جاميت عليها الدوميننت جين وجاميت عليها الريسيسيف جين اللي هو الكالر بلايندنس. لما يبتدي يحصل crossing هنا تبقى دي في ميل وهيلثي، هنا ده هيبقى ميل وبرضه healthy، هنا هتكون female وcarrier عشان عندها واحد dominant وواحد recessive، هنا الميل ده هيكون sick. يبقى هنا لما بنيجي نتكلم على الـ percentage هيبقى عندنا
half of the males are infected and all the females are healthy. لو جينا نبص كده هنا عندنا ادي الفيميل كلهم healthy والmales عندنا half كانوا infected والother half كانوا healthy. فهنا الشويس بتاعنا بيقول لنا half the males are infected and all females are normal. All the males are infected لا. Half the males are infected and all females are infected ده برضو لا. All males are healthy and half the females are infected لا دي غلط. فاحنا هنا عندنا الشويس بتاعنا هيكون number A. Half the males are infected and all the females are normal. That's all for today يا جماعة. كده احنا خلصنا الـ 3 model exams اللي على unit 3. ربنا معاكم إن شاء الله في April exam وإن شاء الله الامتحان يجي بسيط وسهل وتحلوه بسهولة إن شاء الله. Thank you. Have a good day.